البنات كنا لاباس عليكم، كل شيء مزيان امورك مانيه، نتمنى لكم تكونوا بخير وبخير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد معكم اليوم يوم الجمعه، اليوم عبر رمضان، جمعه مباركه لكم، الصحه والسلامه والطلامه والمتمنيات. انا الاضاءه واضحه كندير معكم ديما من البالكون، اضاءه باينه هنايا. واش كتعاودوا كلشي بخير اموركم هانيه، كي غاديه مع رمضان هانيه الامور. ما من لا فيديو الاول ديال الفطور اليوم الاول ما حطيت معكم شي فيديو، لا صوتي عطاكم الخبر اشو عندي حساسيه مع ديما انا في هاد الوقت ديال شهر 3 شهر 4 كتجيني هاد الحساسيه، كنتخنق تنبات مخنوقه ما نقول لكمش، ولا عطاس وهذا شويه كيفوتني الحال شويه عاوتاني، المهم عندنا ما ندير رماد والصيام وهذا، ايوا الله يجعلها مغفرة تكون بصفة هادشي اللي كاين. المهم البنات بلا ما نطول عليكم غادي ندوز ندير واحد لاسوب الحياة صافي كلينا شربنا هاديك اليومين الاولى، انا ما كنشربها الصراحة تاع ماني مضطر، في الايام العادية نشربها ولكن دابا في رمضان ما كنشربهاش، بزاف ديال الشهيوات وهذا ما كان صافي ما كتقل عليا صافي، وقلت غادي ندوز نصاوب شي لاسوب ولا شي حاجة، وغادي ندير واحد العصير ونعيشو صحي زوين هكذا الفطور، وغادي نصاوب شي حاجة. وحنايا اليوم قالك السجاد والو من الكسكسو ما يخلق، قالك الجمعة كسكسو، كنا غادي ناويين حتى ليلة النص ولا ليلة القدر ان شاء الله، وغادي ندير داك ليلة الجمعة هو ولا بكا كسكسو، ايوا صافي عندنا شوية ديال الخضار داكشي غادي ندير ليه خاطر ندير ليه كسكسو، مافطر ان شاء الله بحول الله باش ناكلو شوية بكاي. وغالي داتا اللي داتا اكيد نبارطاجا معاكم، نصاوب شي فطور خفا لزابا وهانتوما معايا. كيف ما كتشوفوا هنايا جاد قالك والو بغيت كسكسو، يعني حنا جاد من دوكا رمضان كي بلا رمضان، حنا كنا ناويين ان شاء الله بحول الله حتى ليلة النص وليلة القدر عاد كنديروه، قالك لا كسكسو نهار الجمعة هو كيبغي غير كسكسو، قالك كسكسو نهار الجمعة ولا بدا. وصافي هنايا نقينا خضرة ديال الكسكسو دابا قبل الفطور باش ان شاء الله نفطو ونصبوه باش ناكلو شوية بكاي، راكم عارفين النيل. صافي قطعنا شوية خضرة كوجات وكاع حمار وداكشي هو هادشي اللي كاين، دابا غادي ندخل نصاوب فطور. هنايا كيف ما قلت لكم هادي الخضرة صافي، هنايا ماما جابدة الحيمة لا طيبة كسكسو، هادشي كنجبدو الصباح بكري باش يلاه كيدي كونجولا، وهنايا شوية ديال السدا ديال الدجاج غنديرو في لاصو. نبداو بسم الله على بركة الله، غادي نشد الطنجرة غادي ناخد البصلة، أول حاجة في هاد لاصوب غادي ناخد بصلة غادي ندير تشحة صافي، غادي ناخد بصلة غادي نتقطقها هكدا، صافي البنات هنايا من بعد ما تقطقت البصلة شلطتها غادي نزيد عليها شوية ديال الزيت، فاش غادي تشحى وشوية الملحة وشوية لبزة، وغادي ندافق من البطة تشحى ومشي نجيب الخضرة وهانتوما معايا صافي، دابا غادي ندير تشحى. ماما البنات هنايا هادي البصلة كتشحى، الله أكبر، أسالي الأذان ونكمل معاكم صافي. دابا نصاوب الخضرة، صافي غادا ندير على هاد الجهة باش تخرج ليا خيوط صافي، نبداو على بركة الله. هدا ماشي الهاشوا هدا اوبو، هانتوما البنات شتو فوق غادي تخش.
صراحة حسنا البنات ضرب والله لا نفاني نفاني ما نقول لكم شداش فيه الفخوماج داش فيه موتزاريلا دابا الخضار هانتوما البنات شتو الخضار كي خرجت انا نديركم في البلاطه تشوفو شي خرج خياطة هانتوما كاين لا حكلة دغيا دغيا بحال دابا هاد الشاكس ياه غادي نقسمها على جوج نص ندير دابا في لاصوب و نص ندير في كونجيلاطور خلا نهار اخر ان شاء الله بيحاول يما شتو البصلة تشحات غنزيد القياس ديال الخضرة بطاطا و نص نخليه في كونجيلاطور تنهار اخر صافي من بعد ما تشحات لينا البصله غدا نزيد طونس ديال الماء وضامات البنه جونبو دجاج ولا لحام ولا اللي بغيت المهم طونس الماء دابا غادي نجهد على البطه في الوقت الداب في عافيه مهيله دابا نزيد في البطه غنزيد واحد جونبو غادي نزيد شويه ديال الزيت شويه البزار صافي حتى طاب عاد غادي نضواها ب لاصوص بلونش ومايزانا وداكشي صافي هذه كتجي فيها الملح والبزار وعاد نديرها صافي دابا خلطت هنايا البنات قطعت الدجاج قطع صغيره وغادي نزيدو نسيت ما قلتهاش لكم اللي عندكم يا الدجاج يا الحوت الابيض المهم كتجيب نكهة السمك وغادا نزيد دابا العطانية ديال السمك اصلا فاتح حطها معكم صافي هذا هو السائل اللي كيخليها كتجي بحال بنة الحوت وغادا نخليوها طاب البنات هنايا كيف ما كتشوفوا بالنسبة للخضرة طابت وطالع منها واحدة وحيا سلام الضبابة دابا هنايا دارت شعية فيغميس سالو الشامبينيون نواغ داتهم تعقدوا في ميها سخونه صافي قطعتهم وغادي نزيدهم على صافي وغادي نزيد فيها الصلصه البيضاء هذيك لا كريم ديال الطبخ وغادي نضوها بواحد الزليفه ديال المايزينا معلقه مايزينا معمره وغادي نضوها نزيد فيها البنات هادي كريم طبخ غاسترو ميكست صافي البنات هنا زدت نص كاس ديال الكريمات ديال الطبخ كيف ما كتشوفوا وزدت شويه ديال المايزينا مخلط مع الماء شوفوا هاد الحاقه هذه عاد تحاقش هي دابا هاد الايام تغمضت صافي زدت واحد المعلقه مايزينا حاكته مع شويه ديال الماء في واحد السليفه ودابا غادي نخلي هاد الشيء يطيب صافي شويه نخلي هاد الشيء يطيب شويه غادي نطفي عليه هنايا البنات هذا العصير المفضل عندي في رمضان كندير فخيز ميكا ديال الفخيز ها هي لتحت وكنزيد عليه مركز الحامض ومركز الليمون وهنايا اليوم زدت كاضافه كيوي والماء عصير بالماء صراحه كيجي صحي ومنعش يدوي ليا من الحليب ومن داكشي كندير الحليب وكنشرب الحليب وكنحس به كيتقل بارابور الماء ما على صحي ماما انا خدامها بيد وحده سيبا ماتش فين حطيتها صافي غادي شوفوا البنات القوام ديالو كي كيجي كيجي خاتع عاد باغا نشارك معكم واحد العصير واحد اخر شوف كيجي زوين هذا اصلا منعش مع الفطور صافي وباغا ندير واحد اخر ديال الخيار هنايا البنات عندي الصول والمانا غادي نداوهم في الفرن انا ما بقيتش شاقله على رمضان تنقليش الحوت كنداوها في الفرن صافي ندير لهم شويه الملح وشويه البزار وغادي ندير واق الزبده وغادي ندخلهم الفرن فانا نشعلو شاد واق الزبده كنرشو بالزيت صافي وكنحط باش ندير لهم الملحه
درنا بشويه الملح، شويه الكمون، شويه البزار. في الفرن داك الصباط باش تفات عليها. صافي البنات، انا خديت الطاوة غادي نضيفها بصات لا تباوات. انا قلت لكم مدام دان ما بقيتش نقلي في الزيت، اكشاي كنضيف في الفرن. صافي عندنا شويه ديال الزيت وغادي ندخل من الفرن هادشي حتى كتقابل الماء، بعد كندخل من الفرن. والله الا تهنيت، والله الا زعما اليوم هذا النهار هذا خلوه على الله وصافي. طالعه هابطه في الدرج، اوف سخفت، طلع النفس. هاشو مع العك دا صغا العطلة، وما نقول لكمش هو طالع هو هابط. صافي دابا حيدت هذاك الحوت، صافي غادي ندهن هادو بشويه ديال الزيت وغادي ندخلهم الفرن. هنا يا بنات غادي ندير عصير، انا خديت الخيار. ليمونة، وهنايا غادي نزيد التفاح. هاد العصير جواع صراحة. غادا نزيد يطعط الماء، نتوما على حسب هاد الكمية اللي تناسبكم، يطعو ولا يطعو نص ولا لكم الاختيار، باش يجي لا تكستور القوام ديالو هو هداك. صافي وغادي نطحنو. بغيتو دير السكر دير السكر، انا ما كنديرش السكر في العصير، العصير الطبيعي اصلا السكر ما كيهاس داك الفوائد ديال العصير. صافي غادي نطحنو، وكاضافه باش كيجي خاتا وزوين حتى غادي نطحنو. غادي نزيد ثلاثه الفرماجات. صافي البنات، انا حيت لكم الصوت لانه راكم عارفين مولينكس فيها فاستا. صافي غادي نزيد كاضافه كيف ما قلت لكم ثلاثه ديال الفرماجات. صافي غادي نطحن. عرفتوا صدقوني جا زوين، جا منعش وصحي. عرفتي شربنا مع بعد هاد القاعده شاف كونجيلاتور حتى الفطور عاد حطيتها. ايوا ما نقول لكمش هذاك الخيار مع الليمون مع التفاح مع دوك الفرماجات، جا واحد لا تكستور فيه واحد قوام جا زوين صراحه. فاتنا هاد لاصوص بيتزا، فوالا صاوبت منا شي ثلاثة القراعي، جوج داتهم في كونجيلاطو وهادي اللي خدامة بيها. هادا البنات عندي لاطون ديال المطيشة. انا كيعجبني نخدم بيديا، بيديا اصلا كل ساعة في الصابون. كيجي الطون تمطاشا زوين فهاك في البيتزا. عندي الطون لاخر ديال الزيت، لان مبغيتش ندير. ايوا صافي هذه هي الطويبله ديالنا، اللهم ادم نعمه واحفظها من الزوال. تانتوما بالصحه وحفظتوكم بالنسبه اللي كيشوف لا فيديو في العشيه. صافي هنايا الحوت اللي دارت في الفرن، الجبن، العصير، هذه واحد البيضات ومقاط جبتو اختي من الرباط ديال اللوز، زوينين. واخا انا ما كناكلش هذا الشيء، هذو لسوا كنجبت بزاف بقاو هاد الجوج هادو. ايوا صافي المهم انا تا بدينا فطور عاد صوات معكم، ولا صب جات سواعه صراحه، جات ما نقول لكمش كلها فيتامين من داك الخضره والشامبينيون وهذا، جات زوينه وجات صحيه ومنعشه. صافي غادي نفطو هنايا كيف ما قلت لكم، تا نسنا وارتاحينا شويه، انا مناش تكينا شويه. صافي ماما نات غادي تصاوب كسيكسو تا لديك 11. صافي دارت البصله مطاشا الزيت، غادي تزيد سكنجبير عطائيه كيف ما كتشوفوا الخرقوم البصله، نعطيه كسكسو باينه تبارك الله المغربيه شحال قالت انايا بالنسبه للمبتدئات. وصافي اما كلشي كيعرف يطيب وكلشي حادقات. صافي هنايا دات العطايه،
الخضا ها هي شاكشه معكم قبل الفطور مقاسه الصباح ملي فاقش مسكينه صافي تخلى هادشي يتشحى كيف ما كتشوفوا يتقلى داك البصله مع اللحم مع الزيت وهذا صافي وغادي دير الكسكسو التفوه الاولى. بالنسبه للكسكسو حنا كنديروا هذاك رقيق ضاي كيجي زوين كيجي ما كيعجبناش هذاك المويان والغلط هذا رقيق تيجي زوين صافي هنا دات التفوه الاولى وغادي تلوح الخضار من بعد ما غلات البصله واللحم وداكشي غادي تلوح الخضار ودابا غادي دات التفوه الثانيه صافي وهذا وغادي تسقي لينا الكسكسو على الساعه ديالو طيب كيوجد صافي هنا حيدات الخضار بوحديتها وهنا بدات كتسقي الكسكسو كيف ما كتشوفوا وهنايا البليله والحيمات وجات واحد القصايه الكسكسو فامدا كيجي نكهه خاصه مع بلي كيجي فيه واحد المذاق زوين عاد واحد القصايه سخيخه مع الحمص ايوا كلينا الحمد لله والشكر لله وتا شحال قسنا عاد كلينا الدسه شويه البوعويد تفاح كيوي كان هذا ولا فيديو.